طبعا احنا زي ما انا قلت كده في البدايه، احنا دايما السفر عندنا مرتبط بالصيف. ده احنا حقيقة. في فصل خلاص، احنا يعتبر خلاص في الشتاء او داخلين على الشتاء، يعني خلاص الجو بيبقى فيه خلاص دلوقتي فيه لسعه برد، فناس تقول لك لا انا هروح فين. هنتكلم عن الاماكن دي، لكن خليني اسالك في الاول، انت مع بدايه دخولك المجال ده في قصه لطيفه صح؟ ده حقيقة. ايه بقى القصه ان انت دخلتي المجال ده؟ والله انا بحب جدا السفر من زمان جدا، كان نفسي ان انا اقدر ان انا اسافر اعتمد على نفسي، سواء ان انا اسافر جوه مصر او بره مصر. ابتديت الاول كنت بحب التنظيم قوي، تنظيم رحلات، وابتديت فعلا من الموضوع ده من مده طويله قوي، من حوالي 7 سنين او 8 سنين في تنظيم الرحلات الداخليه، وقد ايه الموضوع جميل جدا ان انا اتعرف على كل الناس اللي في الرحله ويبقوا صحابي، نتعرف ناس يعني نتصاحب على ناس جديده. وبجد الموضوع بتعملي علاقات مع ناس أكيد. وممكن من ثقافات مختلفه على ده فكرة. حقيقه حقيقه، وده بيحصل بره مصر وجوه مصر كمان، مش جوه مصر بس. طيب خلينا نقول كده، اول مكان انت رحتي وصورتي فيه كان صيف، وكان في الصيف ولا في الشتاء؟ اول مكان كان يعتبر في بدايه الشتاء. رحتي فين؟ حلو قوي، يعني زي اليومين اللي احنا فيهم دول. ده حقيقه. رحتي فين؟ كان شرم الشيخ. دي احلى جميله يعني بجد. انا شرم الشيخ دي من الاماكن المحببه والمقربه الى قلبي بشكل غير طبيعي. مدينة السلام طبعا ومشهوره على مستوى العالم كله مش في مصر بس. شرم الشيخ والغردقه دي الحاجات اللي متعرف عليها. ايه الاماكن او المدن اللي الواحد ممكن يروحها؟ ممكن الناس تقول يا والله انا ممكن اروح هناك واتبسط وبادجت تبقى برضو لطيفه وقليله. تمام. طبعا هو احنا عندنا حاجات كتير قوي جوه مصر موجوده في فصل الشتاء وفصل الخريف، وتعتبر اصلا ان هي مشتى، يعني مش احسن حاجه للناس تروحها في فصل الصيف. زي مثلا اهمهم طبعا الاقصر واسوان. طبعا الاقصر واسوان طبعا مشتى مشتى طبعا، ومن الحضارات اللي احنا طبعا لازم ان احنا نفتخر ان احنا عندنا حضاره جميله زي دي، سواء ان حد هيروح بيحب يتفرج على الاثار او بيحب يعمل اكتيفيتيز او عايز ان هو يستمتع بالجو العام بالهدوء بكل حاجه، بتبقى طبعا جميله في الوقت ده في الاقصر واسوان. عندنا كمان سيوه. سيوه هاديه وجميله جدا، وفيها كل حاجه برضو الواحد عايزها، سواء ان هو عايز يعمل اكتيفيتيز، عايز ان هو يقعد برضو كده في هدوء، عايز يشوف الغروب كده مثلا من جزيره فطناس مثلا، حاجات جميله قوي هناك. سفاري عالميه في بحر الرمال الاعظم او ساند بوردنج، يقدر يعمل برضو تزحلق على الرمال. كل الحاجات دي وهميه يقدر ان هو يعملها في فصل الشتاء والخريف. ده فين؟ ده في الاقصر ولا ده في النوبه؟ في النوبه. دي النوبه، والنوبه من اكتر الاماكن يمكن على مستوى العالم اللي فيها راحه نفسيه مش عاديه. يعني الواحد بيبقى مبسوط لمجرد ان هو بيرجع يشوف الميموريز دي، والناس هناك طيبين جدا 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 جدا, جداً, جداً. اكتر ناس ممكن تلاقي لهم اساسا قاعدين في مكان مليان راحه نفسيه طبعا. فهم يعني خلاص، هو الجو العام بقى كله فريندلي، بقى الناس متعاونه، في سلام في البلد كلها. فلا، هي النوبه دي تحسيها بلد كده لوحدها كده، حته لوحدها دي. طيب حقيقة. خليني عايزه اروح لنقطه، ان دايما الاهالي بيبقى عندهم خوف من فكره لو ولد هيسافر لوحده، فكره ان بنت تسافر لوحدها. وانت لفتي، انت رحتي بلاد كتير، اكتر من 7 8 دول. ده حقيقه. يعني رحتي لفتي وبره مصر. ده حقيقه. فانت ازاي تخطيتي النقطه دي، او ازاي قدرتي ان انت تقنعي اهلك بانه لا انا بنت، وانا طبعا احنا البنات ب 100 راجل قد جدا او ب 100 ست، عندنا ست ب 100 ست يعني. فازاي احنا يعتمد علينا ان طبعا طب والله العظيم طبعا مش عارفه هم مستقلين بينا ليه، جوه مصر وبره مصر يعتمد طبعا. فازاي قدرتي ان انت تقنعي اهلك وتتخطي الحته دي؟ طيب، هو اهم حاجه طبعا انا بشكر ماما جدا، هي طبعا قاعده وسامعاني اهي، انا بشكر ماما جدا جدا ان هي مدياني كم من الثقه كبير جدا، في حيث ان انا اقدر ان انا اعمل اللي انا عاوزاه في نطاق المتعارف عليه، اسافر جوه مصر بره مصر. هي كمان بتشجعني جدا ان انا اعمل كده. الموضوع ده بيديني ثقه في نفسي جدا، بيخليني اعتمد على نفسي في مواقف كتير، سواء مواقف صعبه، حتى لما بتحصل موقف هنا بسيطه قوي، يعني لو حد مثلا ركب اوبر ولا حاجه وبنت تخاف تقول لي طب انا اعمل ايه، انا خايفه، انا ممكن لو حاجه حصلت اصلا موقف بره مصر لا ببقى عارفه هتصرف ازاي، ما ببقاش خايفه كده اللي هو ايه، انا مريت بحاجات اصعب بكتير.
فخلاص خدت الثقه في نفسي ان انا اقدر اتصرف، وان انت تقدري تتحملي كمان المسؤوليه. يعني اعتقد حقيقة السفر ده بيحمل الشخص، ما هو خلاص ولا ام ولا اب، هو لوحده هو بطوله. ده حقيقه، ده حقيقه. فاعتقد ان انت يعني بقى عندك بقيتي مسؤوله، يعني مسؤوله ان انت تاخدي القرار من اوله لاخره، وانت عارفه تنظمي رحلتك ازاي، عارفه الستبس دي هتمشيها ازاي، لان اغلب الرحلات بتاعتي بتبقى سولو ترافل، يعني بمسك الرحله من اولها لاخرها، انا اللي منظماها، انا اللي حاجزه تذاكر الطيران لنفسي، عامله كل الحاجات بحيث ان هي من A to Z انا عارفه ان انا انظم رحلتي بالطريقه اللي تعجبني. طيب قولي لي، انت زي ما انا قلت انت رحتي اكتر من 7-8 دول تقريبا. بالظبط. اكتر دوله لا حبيتيها وحسيتي ان هي لا بلد فعلا جميله، وزي ما بنقول بتقولي للناس تروحي او لاصحابك حتى، يا جماعه لازم تروحوا البلد دي، البلد دي حلوه قوي ورخيصه قوي، يعني على قد ايدينا زي ما بنقول. طبعا هي كل بلد ليها حلاوتها، صح، وعلى حسب كل حد بيحب ايه. انا من وجهه نظري اكتر بلد رحتها كتير وحبيتها، ويمكن اصحابي كلهم والناس اللي بتتابعني عارفين، ده هي تركيا. تركيا انا زرتها 5 مرات وانا بحبها جدا، خلاص يعني تعتبر دارسه تركيا كلها من شرقها لغربها لجنوبها لشمالها، فبحس ان هي نفس روح المصريه شويه، قريبه مننا. وكمان ممكن تقعدي شهر يا نرمين تحسي ان انت قعدتي الاربع فصول كلهم في شهر واحد، بالذات لو حد رايح في الاجواء دي. الجو هناك متقلب. بالظبط، يعني لو حد بيلحق الايام دي ان هو مثلا يروح من اول الجنوب زي انطاليا مثلا، يلحق نهايه الموسم الصيفي هناك، تمام، وبعدين يتنقل على الشمال زي طرابزون، هو كده بيروح من الصيف للشتاء. أوكي. بيتنقل في اماكن جميله قوي هناك زي بولو هي من احسن الاماكن الموجوده في الخريف، لان هي دي انطاليا في مكان تركيا. بالظبط في تركيا. لو حد بقى هيروح شويه، انا كنت في الوقت ده كان في شهر 12، فهو في انطاليا مش برد في شهر 12، هو برد، بس انطاليا عموما وحتى الاماكن اللي في الجنوب هي يعني اكتر حاجه فيها حراره كويسه. فهي تعتبر الجو فيها جميل. ده على فكره ده مش تلج، ده زي فوم كده هم عاملينه عشان نعيش اجواء راس السنه ده في لاند اوف ذا ليجند اللي هي ارض الاساطير، وهي من اشهر الاماكن اللي موجوده في انطاليا واكتر الاماكن تنفع في راس السنه. ليه بقى؟ لان هي اصلا البادجت بتاعتها قليله. انا دخلت ده كان فري، كل ده كان فري، عمال احضر الاحتفالات، كان في عروض جميله جدا جدا في ارض الاساطير بتتعمل يوميا قبل راس السنه كمان، نقدر نحضرها فور فري، لو حد معاه اطفال يقدر ان هو بيحجز تيكت يروح بيها حاجات، زائد ان تركيا دلوقتي البادجت بتاعتها تعتبر مناسبه في الجانب المتوسط، لان طبعا الاسعار في يوروب دلوقتي عاليه جدا.